بالنسبة لأخبار المحافظات، فتم افتتاح 3 فروع جديدة للشهر العقاري في محافظة الدقهلية تسهيلا على المواطنين. في الغربية تم وضع حجر الأساس لإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد. كمان في باقي المحافظات، الشركة المصرية للرمال السوداء في كفر الشيخ أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وفي بورسعيد تم إنشاء محطة صرف صناعي باستثمارات تتعدى 200 مليون دولار. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الدقهلية تم افتتاح 3 فروع جديدة للشهر العقاري بقريتي المعصرة والستموني مركز بلقاس ومنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، وتستهدف فروع التوثيق داخل القرى رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سبل الراحة ليهم وسط حالة من حسن استقبال ومعاملة المواطنين وإنجاز الخدمات المقدمة ليهم في أسرع وقت. في الغربية تم وضع حجر الأساس لإنشاء مقر مجلس مدينة المحلة الجديد. الشركة المنفذة استلمت الموقع وبدأت مباشرة أعمالها في بناء المركز، واللي بيتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة. في كفر الشيخ أعلنت الشركة المصرية للرمال السوداء إتاحة الفرصة لأبناء المحافظة ممن تنطبق عليهم الشروط لشغل عدد من الوظائف، على أن يكون المتقدم للوظيفة من قاطني محافظة كفر الشيخ فقط ومن الذكور، نظراً لطبيعة العمل مع تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وتكون أفضلية التعيين للأكثر خبرة في مجال الوظيفة واجتياز الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية بخروج أكثر من 600 سائح من حول العالم على متن 25 رحلة بالون وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع بخروج الرحلات مع تحسن الطقس. في أسوان أعلنت مديرية التربية والتعليم عن استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بعد الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بإجمالي 22 استراحة للسيدات والرجال مع توفير كافة وسائل المعيشة الكريمة بها. في شمال سيناء سلمت المحافظة السيدة ابتسام حسن حسين الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة شيك بمبلغ 50,000 جنيه مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، كما تم تسليم الأم المثالية وسام الكمال من الطبقة الثانية من رئيس الجمهورية وشهادة تقدير تقديراً لما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية. في الإسكندرية أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، وده مع اعتدال الطقس وهدوء تام في حركة البحر. في الوادي الجديد اختتمت مديرية الشباب والرياضة فعاليات دورة كرة الطائرة للنشء والشباب المدرجة بخطة النشاط العام بالإدارة لعام 2023، وأقيمت البطولة على أرض مركز شباب الزهور وشارك بيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة. في بورسعيد أكدت المحافظة أنه هيتم إنشاء محطة صرف صناعي باستثمارات تتعدى 200 مليون دولار لخدمة المناطق الصناعية في محافظة بورسعيد، وحالياً بيتم تذليل كافة العقبات أمام الكيانات الاستثمارية الكبرى لإنشاء هذه المحطة الخاصة بالصرف الصناعي اللي بتخدم الكيانات الصناعية الموجودة في المحافظة.